لم يبقى من اسم مسبح لاراش المشهور بواد بوسلام الواقع ببلدية سطيف إلا بعض المعالم التي توحي بأن هذا الهيكل كان في زمن ليس ببعيد متنفساً هاماً للعائلة السطايفية لا سيما الأطفال. هذا الكلام تسمعه من كل شخص تتقرب منه في هذه المنطقة، وعن القاذورات التي نالت من المسبح وانهيار بنيته التحتية. ما كانش بحر بعيد بيسين بخمسين الف. كنت نعمل بروجيكتورات هذه معمرة الماء العيون راه كلش دوكا خلاص. مسبح كما هذا كان الله يبارك الأطفال يعوموا لهنا، دوكا مع عادهم يعوموا في الويدان، واحد جاك بلاصة كما هذه يعاودوا يخدموها احنا نعوموا فيها. وعن الجهة المالكة لهذا المرفق الترفيهي المتمثلة في بلدية سطيف، فالحديث لا يزال ماراطوني عن كيفية إيجاد صيغة قانونية تمكنهم من إيجار هذا المسبح الشبح. نقدروا يعني البلدية تكون تدخل في صفقة مع خواص وتقوم لنا بالمنشآت هذه كل سيتي كونسيسيون يعني كيرا ونخليو حنا الاولاد يدخلوا فيها، ونظن باللي البلديه ماهيش من صلاحيتها باه تقوم بال بتسير يعني مؤسسه كما هذه. الى حين تدخل السلطات المحليه لايجاد حل يمكن ابناءنا من السباحه في مرافق كلفت خزينه الدوله مبالغ خياليه، يبقى المطلوب من الاباء الحرص على ابنائهم من السباحه في اماكن خطره وقذره.